مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاهزيتها لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة اللي وجه بيها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيه، بيستفيد منها ما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق. النهاردة تبدأ وزارة التموين صرف المقررات التموينية عن شهر مارس، وبيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وبتوفر الوزارة ما يقرب من 30 صنف من السلعة، وبيأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق معارض أهلاً رمضان بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة من 15% لـ30%. النهاردة هينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية معرض خطوط زمنية، حيث يلتقي الشرق بالغرب في تجمع فني بتضم الفنانة المصرية لينا أسامة والفنانة الأيرلندية فيونجان، وده بالتعاون مع سفارة أيرلندا في تمام الساعة 7 مساءً.